السلام عليكم حبيباتي في قناتكم قناه بسمتي للتفصيل والخياطه. في هذا الفيديو معنا طريقه التفصيل والخياطه ان شاء الله بيجاما نتاع بنات السن 5 سنين بالقماش نتاع البولير. القماش تاع البولير راه موجود في جميع المحلات. المهم هذا ما شريتهش اليوم، هذا شريته العام اللي فات، كان عندي هنا في المنزل، لكن تلقاو القماش ماشي نفس هذا القماش، كاين راه بزاف البولير، راه كاين الانواع بزاف، تلقاوه في المحلات عندنا في مغنية. المهم راه عند محل عماد تلقاو الايني وتلقاو الامبريمي. نبدي لكم في الطريقه تاع الصاله. هنا شحال عندي مترين، لكن ما نستعملش كاع مترين، نفصل السروال ونولي نفصل البيجاما. نطوي القماش بالجهه نتاع المطاطيه، لازم تطويوه على الجهه المطاطيه. ها هي، شوفوا عندنا هذه هي الجهه المطاطيه، نطوي على حساب العرض نتاع السروال. شحال ندير فيه نتاع دوره الخصر بنيه وتقوم 5 سنين. ها شوف نطوي هنا، نطوي على حساب هذا. ها هي شوفوا شحال تجيني كي نطوي على 4، تجيني 30 سنتيم. ندير 28 سنتيم في الدوره نتاع الخصر. نطوي القماش ونعطيكم القياسات. شوف الطريقة تاع الفصالة تاع السروال، نفصل السروال ونوليو نفصلو البيجاما. نعطيكم نبداو في الطريقة تاع الفصالة. طويت القماش راني طاويته على 4، نفصلو السروال ونوليو نفصلو البيجاما. العرض 25 سنتيم، وهنا نديرو الدورة نتاع الخصر ندير 21 سنتيم ونعين نقطة، وهنا ننزل ب 4 سنتيم نتاع لاستيك وتوليو ديرو خط. هنا هادي نخليوها لاستيك، ها هي، ونولي ننزل هنا للدوره تاع الحجر ننزل ب 23 سنتيم ونعين نقطه، تنزلوا ب 23 سنتيم. ها هي عند تحسبوا فين درتو نتاع لاستيك وتنزلوا ب 23 سنتيم. ها هي وتوليو كيما نقولوا تجيو، ها هي هنا تجيو بهذه الطريقه وديروا قوس، ديروا الدوره نتاع الحجر وخرجوا هنا. وهنا نجيب المسطره، شوفوا جيبوا المسطره ونديرو في الدوره نتاع الجهه السفليه نتاع السروال. شحال درت هنا؟ شحال نديرو في الجهه السفليه تاع السروال؟ ندير 14 سنتيم ونجيب المسطره ونسطر عند الدوره نتاع الحجر. ها هي عند الدوره نتاع الحجر وننزلو بهذه الطريقه، ننزلو حتى فين درنا 14 سنتيم. ها هي تجيبو المسطره وتسطرو بهذه الطريقه. هاي هنا درنا الطول نتاع السروال، الطول نتاع السروال 70 سنتيم، وهنا نسطرو. الطريقه نتاع السروال سهله. هيا كملت السروال، هنا نجيو للجهه نتاع الامام، نجيو للجهه نتاع الامام ماشي نتاع الخلف، نتاع الامام. نجيو للجهه نتاع الامام، عندنا 3 سنتيم. ها هو نحيد السروال ونوليو نفصلو البيجاما. ها شوفوا طويت من هاد الجهه، طويت هاد الجهه على 4، نولي نطوي هاد الجهه على 2 ونفصل البيجاما. نفصل الجهه العلويه على زوج جهات. شوفوا تبعوا معايا مليح حنا تفهموا باش يكفيكم القماش. نقصص هاد الزياده نقصصها، هذا اللي قلعناه من السروال، فين فصلنا السروال. هنا البيجاما الجهه العلويه نتاع البيجاما، فصلنا السروال وبقات لنا البيجاما. درت فيها الطول، هنا شحال الطول تاع البيجاما؟ 45 سنتيم. وهنا عندي القياس هنا غير جهه تاع الامام، ونولي ننزل ندير الجهه نتاع الخلف. هنا عندي 17 سنتيم في دوره الكتف، 17 سنتيم، وننزل نقطه التركيز 17 سنتيم، وندير دوره الصدر درت 20 سنتيم وعينت نقطة. وهنا لقيت دورة الكتف هنا مع نقطة التركيز،
ديروا دوره الصدر وتوليو تنزلوا للعرض وديروا الطون تاع البيجاما نتاعكم. والعرض شحال راني دايره؟ راني دايره هنا 24 سنتيم في العرض تاع البيجاما. تبغيو تزيدوا تعرضوا، تبغيو تخليوا بهذيك الطريقه. هنا عندي 3 عندنا 6 سنتيم في الامام والخلف، ننزل بزوج سنتيم في الجهه. شوفوا هنا فيها ديفو، هيا هنا فيها ديفو، هذا نديره للامام باش نزيد ننزل في الامام. نبديو على بركه الله هنا في الطريقه نتاع الفصاله. شوفوا تفصلوا هيا، وهنا ننزل تدخلوا بواحد سنتيم وتوليو تنزلوا للعرض وتنزلوا للطول اللي راكم حدينا تاع البيجاما. ها هو الطول تاعنا تاع البيجاما. هاي كملت هنا الجهه تاع نتاعنا تاع الامام. قلت لكم عندنا في الامام عندنا في الامام والخلف عندنا 6 سنتيم، وننزل في الجهه تاع الامام ننزل 8 سنتيم في الجهه تاع الامام. هنا عندنا ميلا الكتف 2 سنتيم، ميلا الكتف، وهنا نولي ندخل في دورة الكتف. هنايا شوفوا راه الكتف شوية عريض، نزيدو نقصو فيه باش ندورو دورة الإبل. هاي يجي بهاد الطريقة. وهنا نفصل الجهة تاع الخلف، هاي نزيد نطلع ونفصل الجهة تاع الخلف. قلتلكم أنا راه عندي مترين، متر يكفيكم باش تفصلوا بيجاما نتاع 5 سنين. ويبقاو لنا الأكمام. يعني كملت هنا الفصاله تاع البيجاما، يبقاو لنا الاكمام تاع البيجاما. طيب بهذه الطريقه نفصل لكم. هنا دوره الابط، نجي هنا وندير لازم الجهة المطاطية. هيا هنا دورة الإبط، هنا نتراسي، نجي بهاد الطريقة تفصلو لكم. نشوف الطول تاعكم، ندير 38 سنتيم. ها هو الطول تاعكم هنا 38 سنتيم. دورة المعصم ندير 11 سنتيم، ندير 10 سنتيم ونولي. ها شوف الطريقة، وهذه دورة المعصم. نفصلوا الأكمام. هاي كملت، ها شوف هي الطريقه نتاع الفصاله. واش يبقى لنا؟ يبقى لنا السبته نتاع الامام ونتاع الامام ونتاع الخلف. تبغيو ديروا كول، تبغيو ديروا سبته. ها هو بقى لنا القماش، شوف يبقى باش نفصل بيجاما اخرى. ها هو السروال وها هي البيجاما. ها شوف هما الأكمام. هنا فصلت البونيوس. البونيوس اللي نديرو في الكم ونديرو في الدورة نتاع الرجل ونديرو في الكول. هيا شوفوا هيا فصلت القطعة الأولى، هيا شحال درت فيها، نعطيكم القياسات.
هنا درت 5 سنتيم راها على 2، انا طويتها على 2. نجي للجهه نتاع لكم، ها هي الجهه نتاع لكم، شوف نجيو بهذه الطريقه وديروا البونيوس. ها هي جينا على حسب، لازم يكون مطاطي على الجهه المطاطيه. ها هي نقصص هادو نتاع لكم، 2 نتاع لكم، ها هما جينو يجيونا بهذه الطريقه باش البيجاما ما تجي كيما باش البيجاما تجي طالعه، ما تجيش في اللبسه، ما تغبنش في اللبسه. هادو زوج، زوج نتاع الاكمام. ها هي الكم الاول، ها هو والكم الثاني، في زوج. وهادو وحده نتاع الرجل تاع الجهه السفليه نتاع السروال، ها هي هنا، ها هو السروال. لازم تكون ناقصه على الدوره نتاع السروال باش كي تخيطوها تلمه. شحال فيها؟ نعطيكم شحال فيها نتاع السروال، فيها 24 سنتيم. لازم تكون ناقصه على السروال باش السروال يلتم. ونتاع لكم شحال فيها؟ نعطيكم نتاع لكم شحال فيها، فيها 16 سنتيم. هذه نتاع لكم. وهنا نتاع نزيد وحده نتاع السروال، ونزيد نتاع الدوره نتاع الامام ونتاع الخلف، الكول نتاع الدوره نتاع الامام ونتاع الخلف. هذه نزيدها للسروال، شوف نزيد نقص شويه باش تبقى لي للامام والخلف. هذه نتاع السروال، نزيد نقص نتاع السروال وحده زوج سنتيم. هذه نتاع السروال، وهذه نتاع الكول نتاع الامام ونتاع الخلف. نتاع الكول شحال درت فيها؟ هنا درت فيها 36 سنتيم. عينكم ميزانكم، نزيد نقلح هادي، نديرو الطريقة نتاع الخياطة نتاع البيجاما. نديرو هنا نخيطو البيجاما، نديرو الطريقة نتاع الخياطة نتاع البيجاما. نتاع نخيطو السروال في الأول، ها هو هنا عنده هاد البولير، عنده الوجه وعنده الكفة، هذا كفة وهذا وجه. شوف تخيطوا البونيوس بهذه الطريقة، بسم الله، بديو سطويو على 2 ونخيطوا البونيوس. لازم قلت لكم البونيوس يجي صغير على الدوره نتاع الرجل تاع السروال. تجبدوا هنايا، تجبدوا باش نخرج لكم بهذه الطريقه. ها هو البونيوس يجينا بهذه الطريقه. نزيد الجهه الثانيه، نلاقي السروال هنا، نجي لهاد الجهه، يبقى لي هنا ندير سورجي. لازم ندير له سورجي باش تجي الخدمه متقونه.
هيا نخليه باش نديرو بلاستيك. نخيطو الجهة العلوية نتاع البيجام. هاني كملت السروال، هيا كملته، بقى لي نتكو السروال. خيطو هاي هنا هو لاستيك تكك السروال. نخيطو التريكو هنا، نخيطو الجهة العلوية نتاع البيجاما، هاو مربونيوس نتاع الجهة العلوية، نخيطهم بهذه الطريقة، نخيطهم لداخل ونلصقهم حتى خيط البيجاما ونلصقهم باش الخياطة ما تجيش باينة. هاشوفو نقلب بهذه الطريقة ونخيطهم في البيجاما. خيطوا لنا في البيجاما بهذه الطريقه باش ما يجيوش باينين، باينين باش جينا الخياطه لداخل. نخيطهم وندير لهم سورجي. هيا كملت نخيط الأكمام، نخيطو الأكمام في البيجاما. أنا خيطت كملتهم، هنا بقات لينا نخيط هاي الفتحة نتاع الأمام، نديرو لها الكول. ها هو الكول نخدمه، قلت لكم نفس الطريقة، لازم الكول يجيكم. ها شوفوا ندير هنا القياس، كيش تديروا القياس باش تديروا الكول، نقلع زوج سنتيم تاع الخياطة وتجبدوا. شوف لازم الكول يجيكم أصغر من الفتحة نتاع الأمام ونتاع الخلف. هيا نجبد بهذه الطريقة، شوف هنا وهنا، نقلع منه هاد الزيادة. بهاد الطريقة ديروا القياس تاع الكول. ها هو نخيطه، دايما تشوفوا الأمام والخلف. نطوي على اثنان بهذه الطريقة ونخيطها في البيجام. ها ونجيو هنا للخياطة، خياطة مع الخياطة، عفوا لداخل، خيطوا لداخل. وتجبدوا على الفتحة نتاع الأمام. كملت ها هو الكول، شوفوا يخرج لنا بهذه الطريقه. هنا واش يبقى لي؟ نخيط البونيوس. هنا كي نخيط البيجاما البونيوس
نولي نخيطه في البيجاما، حتى خيط البيجاما ونخيط البونيوز. نكمل الطريقه تاع الخياطه ونوريكم النتيجه. الطريقه تاع الخياطه تاع البيجاما الجهه العلويه، هنا نلصقوا البونيوز. نعطيكم الطريقه كيفاش تلصقوا البونيوز. ها هي كملت لها، درت لها السورجي، دورت عليها كاع السورجي. ها هنا اليد نجبدوها، ها هو البونيوز، درت له السورجي. ونجي للكم، نعاود تخيطو. ها هي هنا وندير الخياطه نتاع البونيوس. هاي كملت البونيوس في الكم الاول، نزيد نكمل البونيوس في الكم الثاني وندير الكفه للبيجاما. ها هو البونيوس، شوف يخرج لنا بهذه الطريقه. ها هو البونيوس نتاع البيجاما، البونيوس نتاع ها هو نتاع الكم نتاع الامام والخلف، وهنا البونيوس نتاع الكم، يخرج لنا بهذه الطريقه. شوفوا الخياطه تجي لداخل، ما تجيش باينه، الخياطه تقعد لنا لداخل، تخيطوا لداخل وتخيطوا البونيوس في الكم تاع البيجاما. نكملها هنا، ندير الكفه نكملها ونلصق البونيوس الثاني ونوريكم النتيجه تاع البيجاما في الاخير. النتيجه النهائيه تاع البيجاما كملتها، البيجاما جات شابه. ها هي شوفوا جات روعه، شوفوا هنا الكول شحال يجي شباب ويجي ملموم وتجي دافيه للشتا. البونيوس ها هو تاع الكم، شوف البونيوس تاع الكم. ها هي البيجاما تاعنا، شوفوا السروال عاود جا روعه، السروال جا شباب. ها هو السروال تاع البيجاما، يتلبس خمس سنين، وافيه شويه، وافيه ماشي باش تجي، وافيه. هذه هذه هي البيجاما، جات قلت لكم جات طوب، جات روعه. تقدروا تستعملوها كمشروع. شحال تبيعوها البيجاما؟ البولار كل واحد وراه يبيع الثمن تاعه، ماشي كيف كيف كل واحد وكيفاش. كاين البولار اللي يجي غليظ وكاين البولار اللي يجي رقيق، ماشي كيف كيف. كاين اللي بيعها 28000، كاين اللي بيعها 23000، كل واحد وكيش يبيع. انا ما نعطيكمش الثمن تاع البيع تاع البيجاما، نعطيكم الخياطه نتاع يديكم شحال تخيطوها. 40000 نحسبها 40000 الخياطه نتاع يديه. اي هذه هي النتيجه النهائيه نتاع البيجاما، قلت لكم تستعملوها كمشروع وتوليو نتوما تحسبوا القماش تاعكم كل سن وشحال تحسبوا لها الخياطه. المهم من 3 سنين 4 سنين 5 سنين تحسبوا الخياطه 40000، وتزيدوا فوقها تحسبوا 50000، تحسبوا 60000. هذه هي النتيجة النهائية، إن شاء الله تعجبكم، ومع السلامة، ونتلقاو فيديو آخر إن شاء الله.